ده فين النظيف؟ مطرح ما يسري يمري. والله يا مربوحة بسم الله ما شاء الله، أكتر حاجة بتعجبني فيكي يدك ميزان، يدك ميزان، طيب صدقي يدك ميزان ما شاء الله، لا الملح ناقص ولا الكمون زايد. يعني بتحبني صح الصح يا كبير؟ أيوة يا بنت، في عيال قاعدة. قولها بصوت عالي وأنا أعيش خدامة البهايم. نفس الرسائل اللي بتجيني في الأزرس. يا بنت يا بنت في عيال قاعدة. أنت ما يهمك. إيش قدامهم أبوي أبوي أنا عايز أتجوز. عايز إيه؟ أتجوز. حاضر، عدى 17 وأجوزك على طول. ما أنا كبرت وطولت. يا ابني مش بالطول، لو كان بالطول كان زمان أشرف اتجوز وهو في اللفة. ما هو نازل من بطن أمه 173 سم وبيعض. كانوا بيحطوا له كفولة وكمامة. ووووو الجلوس الطين أنت وهو. 100,000 مرة أقول لكم تمسكوش الأيباد يدكم فيها وكل. ريحته بقت مصممة. زي لبية على بامية على عسل اسود. هات هذا الأيباد دي. هات. طب وانا ذنبي ايه؟ هو اللي كان بيتكلم. هو كده يا ده تتبرطم معايا ولا ايه؟ حسنه بتعم سيئه بتخص. طب بما انك خدت الايباد خلاص جوزني. هو في ايه بالظبط؟ وانت مع الشياه جنبري بجوز الطيب ولا ايه؟ تكبر يا قوم لف لف حول الدوار 20 لفه والعب 20 ضغط وخد دش ساقع وتعال اسقع بكفينها تهدى. شفت فتحت علينا ايه؟ هدي نفسك يا كبير. هقول لك خبر يفرح الجو، خبر بمية وعشرين ألف جنيه. ودي تاني أكتر حاجة بتعجبني فيك. إكده غباوة جبت سيرت يدك. أنا قصدي قناعة، إنك قنوع. عاوز أتجوز. تتجوز إيه؟ تتجوز إيه؟ أنت اللي أحلى حاجة بتحبها فيك. يعني الحاجة فيكي أنت ما عندكيش سنس. اطرشي الخبر اطرشي. أخوك حزلقوم جاي في الطريق. جوزني الأول، جوزني الأول. المي تخبي المي على أبوك. أنت تاكلي تاكلي أذنك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. وعيون هدي نفسك هدي نفسك. شو بقول لك عجبت السنس. السلام عليكم يا ولد أبوي. واحد فيكم يعمل صوت ولا ريحة؟ يعملوا نايمين نايمين يمكن يفتكر إن إحنا نايمين ويمشي. يا ولد ولد أبوي. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.